قبل ما نقول اي حاجة تعالوا نتفرج على الفيديو ده مع بعض. يا ريت عزيزي المشاهد تعمل اشتراك للقناة عشان خاطر ما يفوتكش اي حاجة، لان هيفوتك كتير. وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان خاطر الرسالة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي حالا دي رسالة مهمة وعايزينها توصل للناس كلها. الحكاية كلها مش حكاية واحد اب انقذ بنته، دي الحكاية اكبر من كده بكتير. لما تشوف الفيديوهات عندي حاول تنسى دماغك شوية وفكر بدماغ تانية، يمكن انا وانت نوصل لحل. حابب اطمنك عزيزي المشاهد ان الاب والبنت اللي ظهروا كويسين وما حصل لهمش اي حاجة، والكلام اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة ده مهم. شايفين الاب شقيان التعبان اللي بيحب ولاده بجد عمل ايه؟ الفيديو ده جاي في وقت مهم جدا، وقت عايزين نتكلم عن حاجة غريبة اسمها الجين المصري، الجين الغريب، الجين المختلف، جين الشجاعة، جين الجدعنة، جين كسلان بس يقدر ينجز كل حاجة بسرعة، جين بيخلص شغل السنة كله في اسبوع ويخلص شغل الشهر في ساعتين، جين بيقعد على القهوة ويدخل الامتحان يقفله. عزيزي المشاهد الكلام ده مش هتلاقيه غير في مصر والمصريين، هتلاقيه مع حاملين الجنسية المصرية بس. الفيديو الذي لا يتعدى 15 ثانية ده فيه حاجات كتير، اولهم ان الاب خايف على بيته وممكن يرمي نفسه للتهلكة عشان خاطر اولاده، وده اللي كان باين في الفيديو. وقال جايبين احمد عز عشان يمثل فيلم الممر، هاتوا الراجل ده وتخليه يمثل لكم الجدعانة اللي على حق. احمد عز اللي رمي ولاده، وطبعا فيه فضايح قد كده كتير، واحد شقيان على بيته وعياله. زينة مراته اللي كانت مراته واللي طالبة نفقة 900,000 جنيه عشان خاطر عيالها والغلابة، عرفتوا الفرق ما بين المصريين اللي على حق؟ تاني ملحوظة يا جماعة موجودة في الفيديو، سمعتوا الراجل اللي عمال بيدعي بيقول استر يا رب استر يا رب بصوت عالي؟ مش بإيده أي حاجة، بس بيدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يفرج كرب الناس اللي موجودة تحت الأطباق، بيعمل أضعف الإيمان على الأقل. عزيزي المشاهد تلوم المصور اللي كان بيصور الفيديو كمان، لأن لولاه ما كانش وثق لنا اللحظة التاريخية دي وطلع لنا المصريين اللي جوانا على حق. عرفتوا مين المصريين؟ مش المصريين اللي بيطلعوا على التلفزيون عشان خاطر يعملوا شو وياخدوا فلوس، مش المصريين اللي بتوع ماتشات الكورة والكلام الجميل ده. ماتش الكورة مهم جدا، بس بيجمعنا عشان خاطر بيجمعنا وسيلة ان احنا نتجمع. تجمعنا الحقيقي بيكون في المصايب. ال 15 ثانيه اللي انتوا شفتوهم دول فيهم حاجات كتيره جدا. اشكركم جدا لحسن المتابعه. اهم حاجه كنت عايز اقولها لكم دلوقتي حالا ان الولد اللي كان بيصور طمنا على الاب، ودي صورته اهي. شكرا جدا ليكم يا جماعه، هو ده الكلام اللي انا كنت عايز اتكلمه بسرعه. يا رب يا رب يلاقي احسان ليكم الفيديو، وكان معكم حب الناس مستر هارون.